اللي بعدها اسمها ايه؟ عين اليقين. اللي بعدها علم اللي ينقل لك صورة انت ما شفتهاش انما انت مصدق. اسمه عين الايه؟ انه اسمه عين الايه؟ عين. يبقى فقه اليقين وثلاث كم مرحلة؟ ثلاث. عين اليقين، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. حق سبحانه وتعالى حينما تعرض لهذه المسألة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، خذوه مني وصدقوني من قبل ما تشوفوه، ثم لترونها عين اليقين. تشوفوها الصراط مضروب على متن جهنم، قبل ما نروح الجنة يا مؤمنين إن شاء الله هنشوفه. بقى يبقى ايه؟ قال هكون التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف، كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني تصدقوني في اللي اقوله لكم، يبقى ده علم ايه؟ اليقين. ثم لترونها عين اليقين، تشوفوه، انما تشوفوه وتدخلوه اهدي اللي سكت عنها هنا، يبقى المرتبه اللي ناقصه هنا ايه؟ حق اليقين. حق اليقين، اعوذ بالله، هم دول اللي هيشوفوها بقى حق اليقين، مش احنا بقى، مش احنا بقى، يبقى هم دول اللي هيشوفوها. يجي في سوره ثانيه، فلا اقسم، اقرا كده وياك، فلا اقسم بمواقع ايه؟ وانه لقسم، انه لقران كريم في كتاب مكنون مسعود. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، نزل تنزل هنا، وتصلية جحيم، ان هذا لهو حق اليقين بقى. ما عدناش لا علم ولا عين، ده حق، ادخل بقى هنا، انما جابها بالنسبة لي؟ لا، ما جابهاش بالنسبة لي. يبقى اذا، يبقى ما قتلوه يقينا تيقنوا، فالذين لم يشهدوا الحادثة يأخذونها علم يقين، لان الله قالها، مش كده؟ والذين رأوها ودلسوا فيه، يبقى عن عين عين اليقين. والذي باشر عملية القتل للغير، يبقى حقيقة اليقين، يبقى كلها دائرة في اليقين ولا لا؟ يبقى وما قتلوه ايه؟ وما قتلوه يقينا. امال ايه اللي حصل يا سيدني؟ بل رفعه الله اليه، وكان الله عزيزا اي لا يغلب. احنا قلنا العزيز يعني الايه؟ الشديد الصلب القوي اللي محدش يقدر ينال منه، وكان الله، انتوا عايزين تقتلوا رسوله؟ لا، هو غالب، والله غالب على ايه؟ على امره. وكان الله عزيزا حكيما، يعني بدينا نقول يعني الحكايه مش فتوانه، ده عزه بحكمه، لانها كلها لمصلحة الكون ولمصلحة الناس، مش عندنا قوة وجبروت علشان نستعملها كده، لا، انما بايه؟ بحكمة. فكان الله عزيزا حكيما. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. الله. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. احنا عندنا ان اللي نعرفها مرة تيجي شرطية، ان ذاكرت تنجح، مش كده ولا لا؟ ان حضرت الى فلان اكرمه، شرطية. فيه ان اسمها ان النافية، لا، التوكيد دي كان ان بتشديد النون، وان، انما ان همزة ونون واحدة. مرة تيجي شرطية ومرة تيجي نافية. إن يتبعون إلا الظن، يعني إيه الآية بتاعتنا؟ إن يتبعون إلا الظن، ما دام إن نافية، شيل إن وحط واحدة صريحة في النافية. ما يتبعون إلا الظن. الذين يظاهرون من نسائهم، يعني يقولوا للمرأة انت عليا كظهر امي، يعني محرمة عليا كظهر امي، ما هن امهاتهم، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. ان امهاتهم يعني ايه؟ ازاي يقولوا عليها امي؟ ما امهاتهم نفس الا اللائي
ولا بمؤ. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. الآن هنا هنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل الموت. ما من أهل الكتاب أحد إلا يؤمن به قبل موته. شيل إن وحط إيه؟ ما. يبقى إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يبقى معناها إيه؟ ما من أحد من أهل الكتاب إلا وهو يؤمن به قبل أن يموت. نقول له إيه؟ وأنت حللت لي إن. إنما الضمائر دي إيه حكايتها؟ وإن أي ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به به الهي دي حوحل مين؟ إلى أين تعود لها؟ قبل موته. موت مين؟ مش شوف بقى. يبقى أنا عندي كم ضمير هنا؟ اثنين. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. أنا عايز أشوف الهي دي إلى أين تذهب؟ إلى من؟ أولا مذكور عيسى ومذكور أهل الكتاب، مش كده؟ طب دي راح لمين؟ اللي هي الاولانيه. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، يعني بعيسى. طيب عيسى مذكور قبل موته. موت عيسى ولا موت اهل الكتاب؟ وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى قبل ان يموت مين؟ يا صح اهل الكتاب ولا عيسى؟ ما هو اتنين صح ان يجي مرجع لهم. الاتنين يجي ايه المرجع لهم؟ يجي ليه ده اول؟ احنا عارفين اولا الضمير، الضمير ده صيح علم من الاعلام من المعارف، الا انه لا بد له من مرجع. المرجع هو اللي بيبينه. جاءني رجل فاكرمته. يبقى اكرمت مين؟ الرجل، مش كده؟ عال اول. يبقى اذا اللي عرف الهيه دي مين؟ مرجعه اللي هو مين؟ جاءني رجل فاكرمته. طيب ساعة ترجع الضمير على مرجعه، يبقى مرجعه هو اللي بيحدد لك معناه. فان كانت هناك الفاظ سبقت كل منها يصح ان يكون مرجعا. إن كان ضمير واحد نشوف، وإن كان ضميرين نشوف هل يرجعوا إلى الأول ولا للثاني، ولا واحد للأول وواحد للثاني. عايزة إيه؟ عايزة عملية عقلية. فإذا قلت جاءني رجل فأكرمته، يبقى أكرمت مين؟ أكرمت هذا الإيه؟ هذا الرجل. يبقى الضمير دي عاد على مين؟ على الراجل اللي هو اللي قدامي ده هو. طبعا تصدقت بدرهم ونصفه. نصف ايه بقى؟ انت خدت الدرهم تاني وخدت نصف وصدقت بيه، يبقى ما رجعش على اللي فات. تصدقت بدرهم، ده انتهت منه. ونصفه يعني نصف درهم غيره، يبقى ما عادش على الدرهم اللي موجود، عاد على مثل الدرهم اللي موجود. مشان خدت الدرهم ده ونصبته تاني واديته، وإلا بقى ما تصدقش الا بنصف درهم، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الضمير اما ان يعود على كل المرجع. جاءني رجل فاكرمته، خلصنا من دي خلاص. واما ان يعود على مثل المرجع، اكلت رغيفا ونصفه. ما راحش للرغيف اللي انا اكلته، لان انا اكلت دوكا وانتهت، يبقى نصفه يعني نصف رغيف تاني. يبقى عاد على 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 مرجعه ولا على مثل مرجعه؟ مثل مرجعه. او ان يعود الضمير على بعض مرجعه، بعضه مش كله. ازاي يعني؟ لما الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما يعمر من معمر. يعمر من معمر يعني الرجل اللي سنه ايه؟ كبر. ولا ينقص من عمره. ايه دي رجع على مين بقى؟ لما يعمر ممكن ينقص من عمره؟ طب ده ثبت له التعمير. كيف يثبتوا له التعمير وبعدين نقول ننقص من عمره؟ طب ثبت له التعمير بقى 92 سنة،
يقدر ربنا بقى يموته وهو 20؟ لا. طب ده سبق له التعمير. يبقى اذا الضمير هنا عائد على المعمر؟ لا، المعمر ذات ثبت لها التعمير، ذات ثبت لها. اذا فكلمة معمر معمولة من عنصرين اثنين، من ذات وايه. فلما عاد عليها الضمير عاد على الذات دون التعمير، عاد على الذات دون ايه، دون التعمير. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر ذات لم يثبت لها التعمير. يبقى رجع على إيه؟ على بعض المرجع ولا لا؟ يبقى الضمير اما ان يعود على المرجع، واما ان يعود على مثل المرجع، واما ان يعود على بعض ايه، على بعض المرجع. فان وجد مرجعان اثنين يصح ان واحد منهم يكون ايه، مرجع. تشوف القرينه هي اللي تبين بقى، القرينه الايه اللي تبين. الايه اللي كنا بنقولها امبارح مش عارف كنا بنتكلم فيها فين، رفع السماء بغير عمد ترونها. هنا ايه ضميره ايه، السماء موجوده والعمد موجود، ترونها اللي هي دي راح لمين، للسماء ولا للعمد؟ يصح ويصح، بغير عمد مرئية. هي فيها عمد انما بقى بنظام تاني، مش العمد المسلح بقى والبتاع ده، لا ده عمد بنوع تاني، عمد قدرة بقى جاذبية وشغلانة بقى ربنا هو اللي عاملها بقى ازاي ووقفة كده. او بغير عمد انتم ترون السماء كذلك، نعمل كده ما نلاقيش عمد ونمشي بالعصاية كده ونروح هنا ما نلاقيش ايه. لو كان في عمد كان يجي ايه في المساحة اللي بين السماء والارض توجد ايه، معوقة. فاحنا بنشوف السماء صحيح كده ولا لا؟ اذا فالضمير هنا يصح ان يعود على مين؟ يعود على السماء، ويصح ان يعود على الايه، على العمر. فان عاد على السماء يعني الله رفع السماء بغير عمد وانتم ترون هذه القضية رؤية تحقق قوله في انه لا عمد، او هو رفعها بغير عمد. العمد مدري عنكم مش بنظام كنتم، ده عمد شيء تاني خالص، زي الجاذبية ما تعمل وزي مش عارف انت يبقى نظام تاني. يبقى تنفع الضمير يروح هنا والضمير يروح ايه. يبقى دلوقتي خلص ان الضمير من المعارف الا انه مبهم لا يبين معناه الا بمرجعه. فان رجع اما ان يرجع الى ان يكون معناه من مرجعه كله، او من ايه، من مثل مرجعه، او من بعض مرجعه. فان رجع الى امرين سبقا يبقى تحدد انت المعنى، فان صح معهما جاز ان تقول راجع الى هذا وراجع الى ايه وراجع الى هذا. على الاول ايه الايه اللي عندنا مش كده؟ الايه اللي عندنا ان تقدم شيئان، المسيح واهل مين؟ واهل الكتاب. وفيه ضميرين اثنين، نعمل ايه في الضميرين الاثنين دول؟ هل الضميرين عائدين على اهل عيسى؟ ادي واحد. هل عائدين الاثنين على اهل الكتاب؟ هل واحد راجع لعيسى وواحد راجع لاهل الايه، الكتاب؟ طب وان كان اللي راجع لعيسى هو الاول ولا الثاني، واللي راجع لاهل الكتاب الاول ولا الايه الثاني، ولا فيه مرجع ثاني لم يذكر ويعلم من السياق؟ زي ايه اللي يعلم من السياق دي؟ قال الحوار اللي حدث باليهود والمسيحيين والدوش دي كلها عشان الكلام في رساله محمد، مش كده ولا لا؟ عايزين نثبت ان محمد رسول. فيمكن بيقول هو مفيش واحد من اهل الكتاب هيموت الا لما يؤمن بمحمد. ادي معنى ده اذا كان بقى مش من الضمن الاثنين دول. وان كانوا الاثنين، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، نخليه لعيسى قبل موته، قبل موته صالح انه يكون لعيسى، وصالح انه يكون لمين؟ لاهل الكتاب. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى رسول ونبي قبل ان يموت عيسى، قبل ان يموت عيسى. طب ودي ازاي؟ طب ده هو الحكايه بتاعت القتل دي فضلوا ناس ما يؤمنوش باليهود
قام قال لك يبقى لازم له عودة والكل هيجي خاضع ويقول له أنت كنت رسول، ولما يجي ينزل بعد كده ينزل من السماء يبقى الكل إيه في أمن به. يبقى قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى. المهمة الثانية إيه؟ إن الناس اللي ادعوا فيه إنه لا، والناس اللي ادعوا إنه مش نبي، والناس اللي ادعوا كذا وكذا في الآخر هيعملوا إيه؟ يبقى أمام منطق الحق ويؤمنوا به كلهم. أدي معنى. طب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت الأحد من أهل الكتاب. قبل أن يموت الأحد من أهل الإيه؟ من أهل الكتاب. بيقول له آه إزاي بقى؟ أم قال لك ما دام ليؤمنن به قبل موته يبقى بمن يتأتى منه الإيمان، وما دام بيتأتى منه الإيمان يبقى دول في الناس اللي هيعصروا نزول عيسى. اللي هيعصروا مين؟ نزول عيسى. والتاني اللي ما عصرش نزول عيسى مات قبلها خلاص، تعلق الإيمان به مش موجود. أو أن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، وتبقى أهل الكتاب دي عامة حتى اللي موجودين الآن. طب اليهود لسه ما أمنوش؟ نقول له لا، كلمة قبل موته يدل على ساعة الاحتضار والغرغرة، لأن كل اللي بيكابر في حال جيل الموت. ولذلك تلاحظ أن 90% من حقائق الكون المخفية يبديها الأموات عند احتضارهم، لأنه خلاص بقى مقبل على مين؟ الدنيا كانت غراء، وبعدين بقى مقبل على مين؟ يوم يجي لبلد الكبير يقول له يا ابن الدنيا ما تغنيش عن الآخر، أنا كنت خدت من فلان قد كده وعملت قد كده، أنا قلت اللي مش عارف إيه، لا لا لا، وعمال يجيب حقائق كانت إيه؟ كانت هي عنده، إنما الدنيا كانت عاملاها إيه؟ فلما لم يجد بقى الا انه خلاص يقبل على الله يوم يعمل ايه؟ يقوم يعمل يقول له لا كذا، والدنيا ما تغنيش عن الاكل، يبقى ادي لفلان عمل كذا، وانا عملت كذا، وانا يا شيخ ظلمتك، وانا يا شيخ شتمتك، وانا عملت مش عارف فيك ايه. 90% من الحقائق الكونيه المخفيه على الناس التي كانت اسباب من اسباب النزاع يجي الواحد عند الموت والمرض اللي يبقى يعني فاهم انه ما فيش منه ايه، يوم يجي بقى يفوق لنفسه كده. ولذلك ايه؟ لقد كنت في ايه؟ في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني ما لم تكن تره اولا اصبحت ترى، فبدك تخلص ايه؟ تخلص نفسك فتقر بكل حاجة. يبقى الذين كفروا بعيسى ساعة ما يجيهم الموت انا والله عيسى مش عارف ايه ده، انما ينفعوا الايمان ده؟ لا، ما ينفعوش الإيمان ده، وإلى لقاء آخر.